8 معلومات مختلفة عن زامبيا. في زامبيا في 72 مجموعة عرقية مختلفة، اللي بيعني 72 لغة. لهيك اللغة الرسمية هون اللي هي رقم 73 هي الإنجليزي، ليقدروا القبائل المختلفة يتواصلوا مع بعض. في رابع أكبر نهر بإفريقيا، نهر زامبيزي، طوله 2574 كيلومتر، وبمر بخمس بلاد إفريقية: أنغولا، زيمبابوي، نامبيا، موزمبيق، بوتسوانا، وبصب بالمحيط الهندي. فيها أعرض شلالات بالعالم اللي شايفينها وراي، فيكتوريا فولز، بس الناس المحليين تعودوا يسموها موسيا وتونيا، اللي بتعني The Smoke That Thunders. بحسب اليونيسف بيعيش 64% من سكان البلد على دولار واحد يومياً. زامبيا في أكثر من 20 محمية وطنية للحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض، فيها واحد من أكبر معدل نمو سكاني بإفريقيا بنسبة 3%. العاصمة لوساكا تعتبر من أرخص المدن معيشة بحسب الإيكونومست انتليجنس يونت. الناس بزامبيا لما يتحدثوا مع بعض ما بيطلعوا بعيون بعض، ويعتبر هذا الشيء نوع من الاحترام.